صار، فهمتوا كيف؟ راح يصفوا محاضرة واحدة اسمها كولينيرجيك اند ادرينيرجيك دراجز، صح؟ ظلت احنا علينا محاضرة غير هاي الخميس، اوكي؟ فراح يندمجوا يعني في محاضرة واحدة. احكي فيها هاي ولا شو حسيت؟ طيب اوكي، خليني ابدا. موضوع ان اليوم يعني اللوكال انستيتكس، واحنا عندنا خلفيه يعني الانستيتك اللي هي الجنرال، صح؟ فاليوم راح نحكي عن اللوكال انستيزيا اللي هم يسميه بالعربي التخدير الموضعي، تمام؟ سو ايش المقصود باللوكال انستيزيا؟ يعني اجمالا احنا عرفنا انه كلمه انستيزيا شو معناها؟ loss of sensation، صح؟ هلا لما كان في جنرال انستيزيا كان يصير loss of consciousness كمان، صح؟ لكن باللوكال انستيزيا ما في loss of consciousness، اوكي؟ في just loss of sensation، ولانه اسمها local this means that it is localized بمنطقه واحده بس، اوكي؟ so in a limited region of the body. اوكي، كيف بصير اللوكال انستيزيا؟ بصير في loss او disruption of afferent neural traffic، neural traffic عن طريق inhibition of impulse, nerve impulse generation or propagation. إذا نحن هلا رح نشوف شو الميكانيزم اوف اكشن، رح نعمل inhibition للنيرف ترانسميشن، اوكي، او للنيرف impulse production and transmission. هلا كمان رح نشوف انه local anesthetics can be used as analgesics to treat pain، تمام؟ ولكن هن مش مصنوعين الانستيتكس تو تريت بين، هن معمولين فور انستيزيا. فلازم نخلي بعين الاعتبار انه لما استخدم لوكال انستيتكس فور انالجيزيا هي رح تعمل انهبيشن لمور سنسز ذان البين لحاله، اوكي؟ طبعا اسمها لوكال انستيزيا فالدراج از ديليفرد دايركتلي انتو ذا تارجت اورجن. رح نشوف وراح نشوف انه لما احنا نعطي الدراج هون باللوكال انستيتيك وين بيكون؟ عند ال شو اسمه؟ عند المنطقة اللي انا بدي اعملها تخدير، صح؟ ولكن و راح يصير في ابسوربشن للدراج. نعم راح يصير في ابسوربشن انا حاسه سوري حاسه الميكروفون عادي ولا مزعج؟ عادي اوكي تمام ايش؟ اوكي لا لا اتس فاين. إذا هون لما نعمل لما نعطي الدراج مثلا بتيشو معين، كيف لما نعطي مثلا تخدير للأسنان، صح؟ أوكي، على الإفكت إز لوكالايزد، يعني أنا لا أحتاج إلى أبزوربشن للدراج إنتو سيستميك سيركيوليشن تيشتغل، ماشي؟ بالعكس هو لما أعطي الدراج ويبلش يصير سيستميك أبزوربشن رح يقلل من تأثير الدواء، لأنه رح يسحبه من مكان الإفكت اللي لازم يكون فيه، فهمتوا كيف؟ سو رح نشوف إنه سيستميك سيركيوليشن مع اللوكال انستيتكس اونلي فانكشنز فور ترمينيشن اوف افكت، اوكي؟ اهميته تو ترمينيت الافكت مش فور ديستريبيوشن حتى يعطيني افكت ليتر، تمام؟ طيب كيف الميكانيزم اوف اكشن لللوكال انستيتكس؟ سمبلي او المين ميكانيزم انه بيعمل انهبيشن او بلوكينج اوف ذا صوديوم شانلز، اوكي؟ اللي هن الفولتج جيتد صوديوم شانلز اللي بتعرفوها اللي هي المعروفه اللي لها دور بايش؟ بالنيرف، صح؟ امبلس بالترانسدكشن او انه شو كنت بدي احكيها؟ بالاكشن بوتنشال اكزاكت، تمام؟ اوكي فهذا المين ميكانيزم اوف اول لوكال انستيزيا. معلش الواحد لسه الصبح مصحصح حتى قهوه ما شربنا. طيب تمام؟ So the blocking of these channels اللي هن ال voltage gated sodium channels رح يمنع depolarization، okay، وبالتالي ما رح يصير في action potential، ولو صار ما رح يصير له propagation، okay. فشو اللي بصير؟ ماشي، جربوا بالpharmacologic studies إنه يضلوا يحطوا local anesthetic ب increased concentrations، فوجدوا إنه رح يصير increase بال threshold for excitation، يعني neurons حتى يصير لها اكسيتيشن يصير اصعب، اوكي؟ ثريشولد انكريزز الريت، اوكي، او الفيلوسيتي اوف كوندكشن بقل للامبلس، وكمان الريت اوف رايز اوف اكشن بوتنشال بتقل،
يعني حتى الاكشن بوتنشال بصير اضعف. اوكي، فطبعا بالنهايه نهايه هذول الثلاث اشياء راح يصير في عندنا inability to generate and propagate action potential. اوكي، فشو راح يصير؟ راح يتوقف اللي هو النيرف امبلسز الافرنت اللي هي من البريفري من التيشو اللي انا حطيت فيه الدراج الى البرين، بكون ايش؟ بكون بلوكت. اوكي، هذا السنسيشن. طبعا اللوكال انستيتيك لازم نعرف انه البايندينج الها تو صوديوم شانل is non-specific and with poor affinity. Okay, which means إنه ما رح يرتبطوا بس مع sodium channels. كمان the local anesthetics ترتبط بother targets، منها the potassium and calcium channels مثلاً. Okay, ترتبط مع enzymes زي the adenylate cyclase، وكمان ترتبط مع different receptors زي the NMDA receptors، G protein coupled serotonin receptors، وreceptor اسمه neurokinin 1. If you remember, it is a receptor for substance P. Okay, كلها إيش؟ neurotransmitters related to pain. Okay, or to different types of sensation. وall of these different mechanisms إلها دور بإحداث the local anesthesia. Okay, وكمان بإحداث the adverse effects related to local anesthesia. طيب. هلا بالنسبه لهذا الجدول، انا هدفي من هذا الجدول المفروض انه المعلومات اللي هون تعرفوها. I don't know exactly شو بتاخذوا بالفيسيولوجي، بس انتم بتعرفوا انه النيرف فايبرز في ديفرنت نيرف فايبرز، صح؟ وكل نوع له فانكشن مختلفه، صحيح؟ وتختلف بايش؟ بالدياميتر، صح؟ الديفرنت فايبرز تختلف بالميلينيشن، بدرجه الميلينيشن، وبالتالي تختلف بالكوندكشن فيلوسيتي. اوكي، سوري. هلا مثلا من الفايبرز المعروفه بالفيسيولوجي اللي هي الفايبرز الريليتد تو بين سنسيشن، موستلي شو هي بتتذكروها؟ مكتوبه باي ذا واي، تايب سي. اوكي، از يوزد او بيشتغلوا بالبين ترانسميشن، وايش؟ والاي دلتا. اوكي، طيب انا الهدف من هذا الجدول والمقصود بهذا الجدول اني اشوف اللي هو السنسيتيفيتي تو لوكال انستيزيا، او اللي هم مسمينه تو بلوك، ماشي؟ الديفرنت تايبس اوف نيرف فايبرز لها ديفرنت ريسبونس تو ايش؟ تو لوكال انستيزيا، تمام؟ فمثلا راح نشوف انه كل ما قل الدياميتر، اوكي، وقل الفيلوسيتي اوف ذا فايبر، ماشي، بكون الريسبونس او السنسيتيفيتي تو بلوك اكثر، ماشي؟ إذا النيرف فايبرز الأصغر والأبطى هي الموست سنسيتيف تو ذا أكشن أوف لوكال أنستيتكس. أوكي؟ هذا اللي هو المقصود بهذا الجدول. أوكي؟ طيب بالنسبة للروت أوف أدمنستريشن، إذا كيف بنعطي اللوكال أنستيتكس؟ من اسمها لوكال، فموستلي راح تكون إلها إفكت على منطقة محدودة من الجسم. الأدمنستريشن ممكن يكون توبيكال، which means directly in on the skin او على الميوكوزا، اوكي، على الميوكوز ميمبرينز مثلا، يعني مثلا في وند على الوند مارجنز بنحط الدراج نفسه، او احيانا if you know زي الاوينتمنتس الليدوكين والامور هاي اسمها topical administration، ماشي؟ يعني بنعطيها directly into the skin or the mucous membranes. كمان اللوكال anesthetics ممكن نعطيها بانجكشن، okay, close to the peripheral nerve endings. Okay, يعني بالتيشو اللي أنا بدي أعملها anesthesia، ماشي، قريبة للنيرف endings، وكمان قريبة or alternatively بالmajor أو قريبة للmajor nerve trunks. Okay, هلا لما أعطي أنا اللوكال anesthesia بإنجكشن بالقريب الmajor nerve trunk بنسميه nerve block، تمام؟ Okay. اما اذا بعطيها بتيشو، اوكي، فيها peripheral nerve endings اصغر، بنسميها perineural infiltration، ماشي؟ هاي مش pure pharmacology، ماشي، بس يعني هي معلومات لكم حتى تعرفوا لما تسمعوا انه والله انعطل المريض perineural block، اوكي، او infiltration، تعرفوا شو معناها. اوكي، وفي كمان very important root، اوكي، لللوكال anesthetics انه هي بتنعطى جوا النيرفوس سيستم، I mean بالسباينال كورد، ممكن تنعطى بالإبيديورال سبيس أو بالسب أراكنويد سبيس، ماشي؟ أوكي، فإذا اللوكال أنستيتيك يا توبيكالي أون سكين أند ميكوزا،
أو إنه injection close to the nerves أو inside the epidural space or subarachnoid space. ماشي؟ وهي مرسومة هون. By the way هذا من كتاب كاتسون فارماكولوجي, very nice book للي بده يدرس فارماكولوجي. ماشي, بيعطيني بس إيش يعني زي رسمة, أوكي, بتوضح لنا أوكي إشي اسمه epidural block. أوكي, شو الepidural block؟ اللي هو الانستيزيا اللي بتصير من الادمينستريشن اوف لوكال انستيتكس انسايد او وين اكسترا ديورالي. اكسترا ديورالي يعني بالابيديورال سبيس, تمام, اوكي. وفي نوع من الابيديورال بلوك, نوع خاص اسمه كودال بلوك, هذا اذا تم اعطائه وين انتو ذا كودال كانال عن طريق الساكرال هياتوس. ماشي, اوكي. كمان حكينا في طريقه الادمنستريشن اوف لوكال انستيتيك اسمها بيرينيورال بلوك, اوكي, هي حكيناها, اللي هي حكينا كلوز تو ذا بريفيرال نيرف اندينجز. وفاينالي ممكن نعمل انجكشن لللوكال انستيتيك از وي سيد بالسبراكنويد سبيس. ولما نعطي بالسبراكنويد سبيس بنسميها انتراثيكال او سباينال بلوك, اوكي. اذا بتسمعوا كلمه سباينال بلوك means انه الدواء انعطى بالسبراكنويد سبيس. وشو بتشبهها بالكلمه انتراثيكال, اوكي, تمام. وهون كمان رسمه بس عشان تشوفوا وين السبيسز, اكيد بتعرفوا الاناتومي بيتر ذان مي, اوكي. فهون السبراكنويد سبيس وهون الابيديورال سبيس, بهدول الاثنين ممكن انا اعطي ايش لوكال انستيتكس. تمام, متى بنستخدم هدول؟ اكيد سمعتوا صح, مثلا مريضه عندها ولاده صح, بعطوها ايش ابيديورال ابرت انجكشن اللي هي انالجيسك انستيتيك. احيانا حتى السي سكشن العمليه القيصريه نفسها مش دائما بتكون المريضه مخدره جنرال صح, احيانا في تخدير نصفي صح عن طريق اللي هو الابيديورال انستيتكس, تمام, او اللي هي اللور ليمب سيرجري, تمام, اوكي. طيب بدنا نعرف as we said إنه اللوكال أنستيتكس بتعمل inhibition ل more than one sense, pain, temperature, pressure, whatever. وفي عادة في ترتيب معين يتم فيه اللي هو block of these senses. ماشي, نبدأ أول إشي بيصير له block هو sympathetic transmission, بعدين temperature, بعدين pain, بعدين touch أو light touch, وآخر إشي بيصير motor block. أوكي, يعني إحنا لما بنبلش below dose, أوكي, او خلينا نحكي كتايم لاين, بنبلش اول شيء بالسمباثيتك بعدين تمبرتشر الى اخره, واخر شيء بيكون الموتور بلوك هو اللي بيصير. وبس زي ما هو مكتوب اكسبشنز ماي اوكير, يعني هذا الشيء مش ثابت دائما, هذا هي ان جنرال, تمام. نفس الشيء لما ينتهي اللي هو الافكت اوف انستيزيا راح تبلش ايش نسترجع السنسز بالطريقه العكسيه, تمام. طيب الان بدنا نعرف معلومه, اوكي. خلينا نعيدها وحكيناها, انه الان انا عم بعطي الدرج الانستيتيك وين في تيشو معين انا بدي اياه يشتغل هناك صح, ما بيهمني انه يصير absorption into the blood stream ويصير له administration بالجسم, ما بدي, مش هذا هدفي. هدفي وين يصير الافكت لوكالي, تمام. لكن اللي بصير انه طبعا في blood vessels بالتيشوز, اوكي, فراح يصير absorption into systemic circulation and distribution, وهذا راح يؤدي الى ايش, انه يقلل من الافكت اوف انستيتكس والتايم, يعني اللي هو الديوريشن والافكت الاكستنت اوف افكت. ليش؟ لانه الابسوربشن انتو بلاد ستريم راح يعمل اليمينيشن للدرج من التيشو اللي لازم يشتغل فيها الدرج, فهمتوا كيف؟ فاحنا حتى نقلل من البلاد فلو تو ذا تيشو, بالتالي بنقلل من الاليمينيشن اوف درج, اوكي, فروم ذا تارجت, بنعطي مع اللوكال انستيتيك بيزو كونستريكتور دراج, مينلي بيكون ابينفرين, ماشي, حتى يعمل بيزو كونستريكشن للبلاد فيسلز هناك, ماشي, عند السايت اوف اكشن لللوكال انستيتيك, وهذا راح يقلل من السيستميك ابسوربشن وبالتالي من الاليمينيشن. فانا بطول من ايش, من الهاف لايف, ايش سميها هاف لايف, من الثيرابيوتيك افكت اوف ذا دراج, تمام. سو از وي سيد we need or we almost always we add a vasoconstrictor to local anesthetic. هذا الاشي as we said راح يقلل من الالمينيشن, فراح يزيد من تركيز ووجود اللوكال انستيتيك هنا, فبيعطينا longer duration of action
هاي نمبر 1. كمان في شغله ثانيه انه اضافه الفيزو كونستريكتور مع اللوكال انستيتيك راح ايش؟ راح يقلل من الادفيرس افكتس. ماشي. والسبب في ذلك انه لما اقلل البلد فلو للتيشو راح تصير اللي هي الريت اوف ابسوربشن انتو ذا تيشو والريت اوف اليمينيشن بتصير متقاربه. ماشي. وبالتالي ما بيلحق البلد انه يرتفع الليفل له، سوري الدرج يرتفع الليفل له بسرعه ويعمل لي بيك. احنا دائما بنخاف الميديكيشنز لما ناخذها تعمل بيك ليفل، يعني فجاه يرتفع الليفل الها بالبلد راح يعمل لي ادفيرس افكت. كيف بقلل هذا الشيء؟ كمان باستخدام البيزو كونستريكتورز مع اللوكال انستيتيك. اوكي، سو ذا ريسك اوف سيستميك توكسيك افكتس از ريديوسد وبيعطيني لونجر ديوريشن اوف اكشن. طيب كمان وجدوا انه بعض الميديكيشنز زي الابينفرين ماشي زادت من الانالجيسيك افكت اوف لوكال انستيتكس. ماشي. والسبب بيكون عن طريق اللي هو الاكتيفيشن او الاغونيستيك افكت على الالفا 2 بوست سينابتيك ادرينو ريسبتورز. اوكي، انترستنجلي احنا في عندنا اذر ميديكيشنز زي الكلونيدين، يعني هم لما وجدوا فارماكولوجيكلي انه اضافه الفيزو كونستريكتورز بتزيد من الانالجيسيك افكت، اول شيء اكتشفوا انه هذا كان عن طريق البوست سينابتيك الفا 2 ادرينرجيك ريسبتور اكتيفيشن. اوكي، صاروا يستخدموا ادويه لها هذا الميكانيزم اوف اكشن از انالجيسيكس زي الكلونيدين هو الفا 2 اغونيست، صاروا يضيفوه مع اللوكال انستيتيك لهذا الغرض خصوصي حتى يزيد من الانالجيسيك افكت اوف ذا انستيزي. تمام، بسموه adjuvant to spinal anesthesia، مادة إضافية تضاف. تمام، لكن لازم نعرف كمان معلومة إنه إضافة الفيزو كونستريكتورز مع اللوكال anesthetics بالperipheral nerve blocks وبالspinal anesthesia ممكن يزيد الريسك of neurotoxicity. ماشي، بعد شوي رح نعرف إنه اللوكال anesthetics تعمل neurotoxicity. تمام، هاي حكينا مش بكل الحالات، بحالات البريفيرال نيرف بلوكس وبحالات السباينال انستيزي. طيب الان في شيء؟ لا. طيب عاده احنا بنستخدم اللوكال انستيتيك از وي سيد توبيكالي، لكن رح نشوف انه في حالات محدوده نلجا فيها لاستخدام اللوكال انستيتيك ايش بنعطيها سيستميكلي. اوكي، ليش بنعطيها سيستميكلي؟ حتى احصل انالجيسيك افكت. تمام، يعني مثلا اوكي بعطيها مثلا بحالات الجراحه، بعد الجراحه رح يصير في بين، بوست اوبراتيف بين، وجدوا انه اعطاء اللوكال انستيتيك سيستميكلي رح يقلل من الحاجه الى الانالجيسيكس بشكل عام، لانه هو نفسه بيعمل انالجيزيا. وكذلك فور ذا تريتمنت اوف كرونيك بين، ما في مجال هون نحكي فيها، بس في بعض الحالات اللي بيكون فيها كرونيك بين ولا تستجيب للتراديشنال ميديكيشنز، اوكي بنستخدم فيها اللوكال انستيتكس. اوكي، ايش تو تريت الكرونيك بين اللي هو لا يستجيب للادويه العاديه. اوكي، فهاي بس تو انديكيشنز بنستخدم فيها اللوكال انستيتكس سيستميكلي، مش توبيكالي، سيستميكلي. في إشي مهم يتعلق باللوكال انستيتكس، انه هي ادويه لها ادفيرس افكتس متوقعه. اوكي، ومنها توبيكال ومنها سيستميك. اوكي، فهون باي اتنشن انه على الرغم من انه هاي الميديكيشنز نسميها لوكال انستيتكس الا انه لها سيستميك ادفيرس افكتس. اوكي، ومن السيستميك ادفيرس افكتس اللي احنا بنخاف منها نيوروتوكسيسيتي اند كارديوتوكسيسيتي. تمام، هلا السيستميك توكسيسيتي لللوكال انستيتيك المفروض انه بالوضع الطبيعي وبالدوزز العاديه ما يصير. اوكي، او بصير بإنسيدنس قليله. ماشي، ولكن الرغم من ذلك كمان ممكن بالنورمال دوزز اللي هي ثيرابيوتيك دوزز ممكن يصير سيستميك اوكي توكسيسيتي. ليش؟ لانه في بعض انواع اللوكال انستيزيا اللي هي زي البريفيرال بلوكس اوكي او الابيديورال انستيزيا، هاي بنعطي فيها كميه كبيره من اللوكال انستيتكس. فهمتوا كيف؟
فبنعطي دوز كبيره، فالدوز الكبيره قد ترتبط بهاير انسيدنس اوف سيستميك توكسيسيتي، فهي بنخليها بعين الاعتبار، وكمان ممكن تساوي ايفن ديث. هاي نمبر 1. اوكي، انذر كوز انه ليش بصير سيستميك توكسيسيتي، انه بالخطا بصير ميستيك وبنعطي اللي هو اللوكال انستيك بدل ما نعطيه بالتشو او بالنيرف اراوند نيرفز او بالسكين، انه يدخل بالايش، يدخل بالفينز او بالارتريس، فبدخل بالسيستميك سيركيوليشن. هذا بكون خطا بالادمنستريشن. تمام، اذا السيستميك توكسيسيتي ممكن يصير بطبيعه الحال بالانستيزيا اللي فيها لارج دوزز اوف انستيتكس، او بتصير بسبب خطا بالادمنستريشن، انه بدل ما اعطي اللوكال انستيك بمكانه الصح بدخله بالسيستميك سيركيوليشن. اوكي، هلا من اهم التوكسيسيتي اللي بنشوفها مع اللوكال انستيتكس هو السي ان اس توكسيسيتي، او ما يسمى بالنيوروتوكسيسيتي. تمام، واهمها انه ممكن يعمل سيديشن. اوكي، سي ان اس يعني بمعنى سي ان اس ديبرشن، او وهذا ممكن كمان يجي على شكل لايت هيدنس، بصير فيجوال اند اوديتوري ديستربنسز. وبالمقابل ممكن كمان يصير بدل السي ان اس ديبرشن ممكن يصير سي ان اس اكسايتيشن، ماشي، على شكل ريسسنس اجيتيشن، ممكن توصل بالحالات السيفير الى سيجرز. تمام، فعشان هيك احيانا اوكي مكتوب بالكتاب انه اذا متوقع انه انا باثناء البروسيجر احتاج الى كميات كبيره من اللوكال انستيتكس، اني مسبقا بعطي للمريض اي في بنزوديازيبين تو بريفنت سيجرز بالذات. تمام، اوكي، فهاي باي اتنشن. اذا سي ان اس توكسيسيتي. النوع الثاني المهم من التوكسيسيتي ريليتد تو لوكال انستيتكس عندنا الكارديو توكسيسيتي. اوكي، و طبعا في عندنا سبيسيفيك ايجنتس بالذات، اكثر ايجنت كان ريليتد للكارديو توكسيسيتي هو البيوبيفاكين. بيوبيفاكين وبالذات لما كان يستخدم على كونسنتريشن 0.75% بحالات الاوبستتريكس. طبعا لما احكي حاله الاوبستتريكس يعني بايش؟ بالولاده. اوكي، بالتخدير الولاده. ولهذا السبب شو وجدوا؟ انه بعض الويمن بالولاده اللي اخذوا البيوبيفاكين كان يصير عندهم ايش؟ كاردياك ارست. اوكي، سو سيفير كارديو توكسيسيتي. ولهذا السبب بطلوا يستخدموا البيوبيفاكين بالاوبستتريكس ات اول. واذا استخدم البيوبيفاكين باذر انديكيشنز should be used at lower concentrations من 0.75. تمام، الكارديوتوكسيسيتي as we said may be severe إلى profound effects على الكارديان function والconduction. وinteresting من ناحية الفارماكولوجي وجدوا إنه ال S enantiomer of bupivacaine اللي هو اسمه levo bupivacaine إله less risk of cardiotoxicity من الدرج اللي هو البيوبيفاكين. ماشي، فصاروا يصنعوا الانشبر هذا اللي هو الليبوبيوبيفاكين، صاروا يصنعوه لحاله ويستخدموه كدرج ايجنت لحاله، ايش ان هوب وذ هوب انه راح يكون ليس كارديو توكسيك. ماشي، طيب لما صنعوه واستخدموه طلع ليس كارديو توكسيك؟ لا. اوكي، او مش بكثير، مش سيجنيفيكانتلي. اوكي، تمام، بس لازم نعرف هاي المعلومه من ناحيه الفارماكولوجي. سو كلينيكالي ما في بيج ديفرنسز بتوين ذا تو، بحكي من ناحيه الكارديوتوكسيسيتي، لكن كفارماكولوجي ات شود بي ليس كارديوتوكسيك. تمام، طيب هاي معلومه هلا راح احكيها الان، انه هاو تو تريت كارديوتوكسيسيتي فروم بيوبيفاكين او من اللوكال انستيتكس بشكل عام. اتس فيري انترستينج، عشان هيك حبيت احطها، إنه الكارديوتوكسيسيتي due to bupivacaine can be reversed by administration of lipid infusion. Okay, lipid infusion. ليش؟ لأنه الدرج is lipophilic. Okay, الدرج هذا البيوبيفاكين اللي سبب التوكسيسيتي is lipophilic. فأنا لما أعطي للمريض lipid infusion كأني إيش؟ بخلي الدرج يطلع من الهارت اللي يعمل فيه التوكسيسيتي. وين ينسحب؟ كونه ليبوفيليك الى الليبيد اللي صارت بال اوكي بالدم من الانفيوجن. اوكي، سو ذي ويل ويذدرو اوكي ذا توكسيك دراج من الهارت تيشو الى البلاد ستريم ويصير له اليمينيشن. اوكي، انترستنجلي هاي الطريقه اللي هي الادمنستريشن اوف ليبيد انفيوجن كمان تستخدم ان اني
theoretically with any lipophilic drug ماشي بدي اعمل له elimination صار منه toxicity ممكن استخدم lipid infusion اوكي. والعمليه هاي السحب الدواء من الاورجان تيشو انتو ذا بلاد ستريم كورو ليبوفيليك بنسميه ليبيد سينك. هاي العمليه بنسميها ليبيد سينك تمام. كمان لها دور ثاني الادمنستريشن اوف ليبيد انفيوجن مش بس بيعمل ليبيد سينك كمان بيعمل ريستور للانرجي كونسامبشن ان ذا هارت ماشي. هلا الهارت جزء من الانرجي اللي بيستخدمها الميوكارديوم بيجي من الليبيدز اوكي. والبيوبيفاكين من اسباب او من الميكانيزمز اللي بتعمل فيها كارديوتوكسيسيتي انها بتقلل من الابسوربشن اوف ليبيدز انتو ذا مايوكارديوم فبتاثر ايش الانرجي برودكشن ان ذا مايوكارديوم اوكي. الليبيد انفيوجن اللي انا بعطيها راح تقدر ايش تلغي هاي هذا الموضوع فبيحسن من الانرجي برودكشن اند كونسامبشن ان ذا مايوكارديوم اوكي. فهاي هي الميكانيزمز اللي ليش بنستخدم ليبيد انفيوجن in the treatment of cardiotoxicity by bupivacaine تمام. طيب بالاضافه هذول اللي حكيناهم سيستميك اوكي توكسيسيتي في عندنا كمان شيء اسمه localized neural toxicity. اذا اللوكال انستيكس ممكن تعمل توكسيسيتي لوكالي بالنيرف اللي هي بتكون موجوده حواليها اوكي. وهاي بتصير عاده بحالتين اوكي. بالحاله الاولى بحالة انه انا جهزت طبعا هذا ايرور بيكون الدوز اوكي اللي انا المفروض استخدمها بالابيديورال انستيزيا ورحت اعطيتها وين سباينالي اللي هي انتراثيكالي ماشي. في بيج ديفرنس 10 اضعاف الدوز اللي بتنعطى بالابيديورال بتكون اكثر من الدوز اللي بتنعطى وين سباينالي ماشي. فاذا صارت لخبطه اوكي وتحضرت الدوز على اساس تنعطى ابيديورالي واجت وانعطت ايش سباينالي او انت سب اركنويد راح تصير ايش كاني اعطيت المريض 10 اضعاف الدوز المطلوبه. فهاي طبعا راح تعمل لوكالايز نيورال توكسيسيتي تمام. وبحالات الكونتينوس سباينال انستيزيا ماشي. شنو الكونتينوس سباينال انستيزيا؟ بنعطي للمريض بنكون حاطين له كانيولا اوكي وبنظل نعطيه زي كيف الكونتينوس انفيوجن يعني الدواء باستمرار بدوز مدروسه طبعا الى اخره. بس لانه هاي الدوزز بتكون مستمره بصير نوع من الاكيوميليشن ماشي. فراح يزيد ايش اللي هو الانكريز اوف دوز او اكيوميليشن اوف دوز انسايد از وي سيد ذا سمول اريا اوف ذا سبراكنويد سبيس. فهاي كمان بتزيد الريسك اوف نيورال لوكال توكسيسيتي تمام. طيب اذا هاي حكينا بريفلي مقدمه عن اللوكال انستيكس بشكل عام ماشي. في اسئله ولا شيء واضح؟ طيب الان راح نحكي كمان بريفلي اللي هي اهم الايجنتس اللي بنستخدمها كلوكال انستيكس اوكي. وراح نبدا باول دراج اللي هو الليدوكين ماشي. واتوقع بجوز الكل سمع فيه صح. الليدوكين بيجي مرهم هيك جل له استخدامات كثيره ماشي. وهو يعتبر البروتوتايب اوف لوكال انستيكس ماشي. و سو ات از ذا ريفرنس ستاندرد او هو البروتوتايب نعمل فيه كومباريزون اوكي مع الاذر ايجنتس. هلا الليدوكين طبعا كومونلي يوزد لكن في له مشكله انه عند السباينال ادمنستريشن اذا استخدمناه سباينالي راح يعمل شيء اسمه ترانزينت نيورولوجيك سيمبتومز. ترانزينت نيورولوجيك سيمبتومز هي زي اعراض النيورال توكسيسيتي ماشي. ولكن بتكون ترانزينت تستمر لفتره بسيطه وممكن تروح وتيجي تمام. فهاي بس اللي بدنا نعرفه. اي ثينك هو اكثر دواء بيعمل ترانزينت نيورال توكسيسيتي او سيمبتومز اوكي. اذروايز ات از از وي سيد ان اكسلنت افكتيف لوكال انستيك اوكي. اللي دوكين انا حولت كل دراج بس احط اللي هي الشيء المميز له فهمتوا كيف عشان يعني ما نتخربطش بالمعلومات كثيره اوكي. فمثلا الليدوكين اللي بيميزه اللي هو الهاي انسيدنس اوف ترانزيت نيورال سيمبتومز وذ سباينال ادمنستريشن اوكي. اذروايز هو يعتبر الريفرنس ستاندرد وهو يعتبر فيري افكتيف بريفيرد لوكال انستيتيك. وانتبهوا انه له انترميديت ديوريشن اوف اكشن اوكي مقارنه مع الاذر ايجنتس. طيب another very important ومعروف local anesthetic هو البنزوكين. لاحظوا انه اغلب هدول الميديكيشن بينتهوا بكين
اسمائهم كهيك سي اي اي ان اي ماشي. طبعا اسمه بنزوكين باي ذا واي، كلهم لهم بنزين رينج ستراكشر اللي هي بس معلومه كيميائيه لكم تمام. هلا البنزوكين يتميز انه له فيري هاي ليبوفيليسيتي، ان جنرال موست اوف ذيم ار ليبوفيليك تمام، لكن البنزوكين له فيري هاي ليبوفيليسيتي اوكي، وهو يستخدم اونلي فور توبيكال انستيزيا. هاي باي اتنشن لهي المعلومه، البنزوكين ما بينعطى لا بيرينيورال بلوك ولا بلوك ولا سباينال اوكي ولا ابيديورال تمام. ليش؟ السبب في ذلك انه له سيفير ادفيرس افكتس البنزوكين، واهمها المت هيموجلوبينيميا اوكي. البنزوكين من الاسباب انه ليش ما بينعطى الا توبيكال، انه بيعمل مت هيموجلوبينيميا. تعرفوا شو يعني مت هيموجلوبينيميا؟ ايش له علاقه بالهيموجلوبين صح؟ اوكي سيمبلي بالمت هيموجلوبينيميا الهيموجلوبين راح يتحول في الاكسجين اوكي اتوم راح يتغير من بلس 2 لبلس 3 اوكي. In this case بسبب ارتباط البنزوكين ماشي، اللي راح يصير انه عدم قدره الهيموجلوبين على الارتباط بالاكسجين تمام. سوري مش الاكسجين، الايرون، الايرون اللي راح يتحول. I'm sorry. على الهيموجلوبين في ايرون صح؟ قديش بالاصل يكون؟ بلس 2 ماشي؟ اوكي بحالات الميت هيموجلوبينيميا راح يتحول الى بلس 3 الايرون داخل الهيموجلوبين، بالطريقه هاي ما بيكون ايبل تو بايند اوكسجين، فبصير الهيموجلوبين بالجسم اوكي ما ينقل الاكسجين فبصير سيانوسيز وهايبوكسيا. فهمتوا كيف؟ فهذا الشيء اللي بنخاف منه من البنزوكين، فبالتالي ما بنعطيه الا توبيكال. بيوبيفاكين ذكرناه، بيوبيفاكين دائما انا بربطه بالكارديو توكسيسيتي ماشي. هلا كديوريشن اوف اكشن الى لونج ديوريشن اوف اكشن، از وي سيد وي افويد ات بالحالات اللي بدها لارج فوليومز اوف انستيتيك زي الابيديورال او البريفيرال نيرف بلوك، و بستخدمه فقط حكينا باللو كونسنتريشنز حتى ما يرتبط بالكارديو توكسيسيتي اوكي. كمان له استخدامات للكنترول اوف بوست اوبيراتيف بين از وي سيد ماشي، وكمان ممكن يستخدم سباينالي سباينال بيوبيفاكين للسيرجري اوكي او للبروسيجرز المحدوده اللوكلايز، والسبب انه لها لو انسيدنس اوف لوكال ادفيرس افكتس ماشي. اذا ما له لوكال ادفيرس افكتس هي اكثر شيء الكارديو توكسيسيتي. از وي سيد البيوبيفاكين له اس انانشمر ماشي، بسموه ليفوبيوبيفاكين و it is less cardiotoxic than the mixture okay، ولكن as we said مش clinically significant، هو less cardiotoxic بس مش significantly less cardiotoxic، كمان يعتبر less potent than the mixture drug وإلى longer duration of action تمام. من ناحية الليبيد سينك إذا صار cardiotoxicity هو more responsive to lipid sink than الميكسشر دراج اللي هو البيوبيفاكين تمام. يعني هذا ممكن يكون الفائده الوحيده من ناحيه التوكسيسيتي، ليس كاردوتوكسيك صحيح لكن مش سيجنيفيكانت ليس كاردوتوكسيك. الشيء الكويس فيه انه اذا صار توكسيسيتي واعطينا ليبيد سينك راح يكون مور ريسبونسيف للليبيد سينك تمام. انذر ايجنت اللي هو الميبيفاكين اوكي، الميبيفاكين له كلينيكال بروبرتيز كلوز تو ليدوكين the reference drug. However هاي معلومة كتير مميزة انه بدل ما يعمل vasodilation الميبيفاكين بيعمل vasoconstriction. هاي ممكن ما حكيناها. Most almost all local anesthetics بيعملوا vasodilation إلهم vasodilatory effect هم ماشي، إلا الميبيفاكين بيعمل vasoconstriction تمام. والفيزوكونستريكشن as we said راح يعمل prolongation بديوريشن اوف اكشن بسبب تقليل البلد فلو اوكي، واليوز له it is for major peripheral block اوكي okay. البريفيرال بلوك ميجر يعني على الميجر نيرف بلكسس تمام. طيب في كمان دراج اللي هو البرايلوكين ماشي. البرايلوكين من مميزاته انه هو الليست او له reduced risk for systemic toxicity، فمن ناحيه السيستميك توكسيسيتي هو اقلهم اوكي. ليش؟ لانه له هايست كليرنس يعني الاليمينيشن له اسرع واحد
تمام؟ وبالمقابل له مشكله الميث هيموجلوبينيميا زي ايمين زي البنزوكين. اوكي سو احنا في عندنا تو ايجنتس باللوكال انستيتكس بيعملوا ميث هيموجلوبينيميا، البريلوكين والبنزوكين، تمام؟ اليوز له اوكي فور سباينال انستيزيا، الديوريشن اوف اكشن لونجر ذان ليدوكين، ما له ريسك او له لوور ريسك فور ترانزينت نيورولوجيك سيمبتومز. Another one, ropivacaine. ماشي ropivacaine إلو reduced risk for cardiotoxicity. Okay. وبالتالي ممكن يستخدم للأنستيزيا اللي بدها large volumes. Okay. زي بالperipheral blocks. ويستخدم commonly بالepidural infusions بحالات labor as we said. وpost-operative pain. تمام؟ هلأ آخر واحد راح أحكيه اللي هو الأملا. Okay. أملا اللي هو اختصار ايش؟ eutectic mixture of local anesthetics. هذا بيجي كمرهم. اوكي. هذا الدرج املا هو مرهم. اوكي. وهو عباره عن mixture of two local anesthetics اللي هم الليدوكين بتركيز 2.5% والبريلوكين كمان 2.5%. ماشي؟ ايش يعني eutectic mixture؟ هاي بس معلومه فيزيائيه. فيزيائيه ممكن نحكي؟ physical chemistry. اوكي. لما احكي eutectic mixture يعني هم عباره عن mixture of two compounds okay او two components elements okay لما احطهم مع بعضهم in combination بصير الملتنج temperature اقل من الملتنج temperature لكل واحد فيهم لحال okay so هاي بنسميها eutectic mixture okay طب ايش اهميه انه احطهم مع بعضهم ويقل الملتنج temperature اوكي انه راح يصير لهم ملت على درجه حراره الجسم فايش بصير لهم بيتر ابسوربشن تمام اوكي الاملا سو حكينا بنعطيه توبيكال اون ذا سكين بصير له بينتريشن جود بينتريشن ثرو ذا سكين وبالتالي راح يعمل لوكالايز نامنس ماشي زي مبدا الليدوكين اوينتمنت او جل لكن هون بيكون ان كومبينيشن مع البرايلوكين تمام طيب لايش يستخدم؟ يعني يستخدم للبروسيجرز اللي بدها سكين او لوكال انستيزيا زي مثلا هون كاتبين بالبيدياتريكس مثلا بدل قبل ما يعملوا فيني بانكشر يعني سحب الدم ماشي الطفل الصغير ممكن يتالم فبحبوا يعطوا انا ما شفتها هون بس شفتها برا ماشي انه اذا بدهم يجوا يعطوا مثلا الطفل يسحبوا دم او يركبوا له كانيولا ماشي ما بدهم اياه يتالم بحطوا له شوي من املا او شوي من الليدوكين بخلوا له ساعه ساعه بيعطي مفعوله وبعدين بيعملوا الفيني بانكشر تمام يعني هي ممكن اكثر استخداماتها كمان انا استخدمته سابقا الاملا كمان كنا نعمل ريسيرش على الانيمال اوكي فحتى نعملها كمان لوكال انستيزيا نستخدمها كمان مع الريسيرش انيمالز اوكي هاي كانت بالنسبة لمحاضرتنا اليوم local anesthetics في أسئلة؟ او في سيستم ما فيه كمان سيستميك ادفيرس افكتس حتى مع السباينال في مزبوط نعم انت قصدك بيصير له اليمينيشن كثير لانه في ما هو السباينال بلوك هلا انا ما بعرف اكزاكتلي كيف بصير بالبراكتس فهمتوا كيف الانستيزيا بالذات هي من الاشياء اللي انا ما شفتها بالبراكتس تو بي اونست يعني اوكي شفناها بالنيوز بس مش كثير تو بي اونست يعني فهمتي كيف فا اكيد بتكون مدروسه الدوز فهمتي كيف اول شيء في انفيوجنز ممكن نعطيها يعني اذا كانت بروسيجر طويله اوكي ممكن انت تعطي ايش تحطي كاثيتر اوكي وتخليه وتضلك تعطي دوزز يا اما ريبيتد دوزز او انفيوجن هاي شغله فهمتي كيف اذا انت خايفه من الاليمينيشن صح السريعه اوكي او انه يعني بتكون مدروسه فهمتي كيف؟ إنه تنعطى بدوز بكونسنتريشن تعطي الإفكت المطلوب للوقت المطلوب إلى آخره. فهمتوا كيف؟ يس يس، إكزاكتلي.